ربنا ان احنا اطمننا على صحه نيافتك. طيب يبقى احنا كده يعني لازم بس نفكر لما بتطلع اشاعه ممكن يكون الغرض منها. اتفضل 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 نيافتك اتفضل. انا بس حابب اطمن الاباء الاشعه اللي اتصلوا بيا واشكر نيافه الانبا ارميه اول من اتصل بيا عشان يطمن، وبشكر الاباء الكهنه والشعب المحب اللي هو راسلني على الجروب وعلى الفيسبوك، كلهم نشكر ربنا يعني في محبه كبيره. حابب ان اطمن كل شعب غرب وغير غرب ان احنا في صحه جيده وفي احوال طيبه، وربنا يبعد هذا الوضع عن العالم كله والكنيسة. يا رب دايما في صحه جيده نيافه الانبا إيلاريون اسقف غرب الاسكندريه. بشكر نيافتك على هذه المداخله. طيب خلينا